بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 28 من مادة مبادئ تسويق الحديث بين النظرية والتطبيق. توقفنا في المحاضرة السابقة أو في الحلقة السابقة عند موضوع التسعير، وقلنا أنه فيما يتعلق بحالة عدم قدرة المنشأة على تحديد السعر المقبول في السوق ليس أمامها سوى مدخلين. هذول المدخلين، المدخل الأول أو تو أبروتش، الخيار الأول رفع مستوى كفاءتها وخفض التكلفة وهذا هو المأمول أو المطلوب. المدخل الثاني إذا ما استطعنا أن نحقق المدخل الأول نفضل عدم تقديم السلعة للسوق نهائيا، وذلك لأن عرض السلعة دون معالجة مشاكل التكلفة سيؤدي إلى فشل السلعة الحتمي وخروجها من السوق. عندما تتعامل الشركة بأكثر من منتج، أن تخسر منتج معين ويؤدي وفشل الشركة في إنتاج منتج معين وخصوصا قبل مرحلة التقديم أفضل من تقديم المنتج إلى السوق وتحقيق الفشل، لأن هذا الفشل سوف ينعكس على باقي المنتجات وسوف يؤثر سلبيا على الجود إيمج، على الجود ويل، على الشهرة، على السمعة، على سمعة المنتجات الأخرى. وبالتالي من مصلحة الشركة عدم تقديم المنتج إلى السوق. وفي الحلقة السابقة توقفنا وقلنا أنه 90% من المنتجات أعزائي الطلبة تفشل في مرحلة التقديم. كل 100 منتج بنقدمهم في مرحلة التقديم 10% فقط ينجحوا و 90% يفشلوا لأسباب عديدة، ومن ضمنها عدم دراسة السوق، عدم التعرف على حاجات ورغبات الزبائن، عدم اختيار السعر المناسب، عدم التعرف على القدرات الشرائية للزبائن، خلل وعيوب خاصة بالمنتج، بمواصفات المنتج، أي خلل وقصور في أي عنصر من عناصر المزيج التسويقي. احتمالات الفشل وأسباب الفشل عديدة، ومناعة زي الطفل الصغير في المرحلة العمرية المبكرة يكون مناعته ضعيفة. المنتجات عندنا تكون في مرحلة التقديم مناعتها ضعيفة، لا يوجد أي أدنى معرفة عن المستهلكين عن هذا المنتج، المنتج لم يفرض نفسه في السوق، وبالتالي المنتج ضعيف، فأي شيء ممكن أن يؤثر به وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة الفشل اللي هي 90%. ماذا يتطلب ذلك؟ يتطلب ذلك جهود خاصة واستراتيجيات خاصة وجهود غير طبيعية من أجل إنجاح المنتج خصوصا في مرحلة التقديم. الطريقة الثانية اللي هي التسعير على أساس التكلفة. احنا الطريقة الأولى سعرنا على أساس السوق، ما هو السعر السائد في السوق، وبالتالي نحن نضع أسعارنا بناء على السعر الموجود في السوق إما أعلى وإما أقل. الطريقة الثانية وهذه الطريقة أقرب يعني للمنطق اللي هي التسعير على أساس التكلفة. السعر يساوي إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتظر بيعها زائد هامش الربح، أو السعر يجب أن يكون أكبر أو يساوي التكلفة. تذكر عزيزي الطالب أن نقطة التعادل، قلنا نقطة التعادل هي عبارة عن مستويات المبيعات أو عدد الوحدات المباعة عندما تكون التكاليف الكلية تساوي الإيرادات الكلية. إذن السعر حتى يكون منطقي ومربح يجب أن يكون أكبر أو يساوي التكلفة. إذا بعت بنفس سعر التكلفة ما عنديش مبيع، ما عنديش إيرادات أو ما عنديش أرباح، لكن بنفس الوقت ما عنديش خسائر. أنا بحكي عن إجمالي التكلفة. إذا كان السعر يساوي إجمالي التكلفة، إذا كان السعر أكبر من التكلفة مقدار هذه الزيادة إن السعر أعلى من التكلفة يمثل لي هامش الربح وهو مقدار الربح الذي سوف أحققه. إذن السعر أكبر أو يساوي التكلفة مما يعرض المنشأ إلى خسارة فيما لو كان كانت السعر أقل من التكلفة تحت ضغط المنافسين أو التخلص من بيع المخزون. يعني برضو يجب أن نأخذ أسعار المنافسين بعين الاعتبار وأوضاع الشركة، ومثلا على سبيل المثال نسبة المخزون. اختيار سياسة التسعير Setting Pricing Policy، كيف نختار سياسة التسعير؟ في عندنا عدة خطوات.
الخطوة الأولى عزيزي الطالب هي يجب اختيار أهداف التسعير. Selecting the pricing objective. يجب اختيار أهداف التسعير التي وضحناها سابقا. يعني يريد تعظيم المبيعات، تعظيم الإيراد، تعظيم الأرباح، تحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار، على إلى آخره. يجب أن يكون هنالك اختيار أهداف التسعير. الخطوة الثانية تحديد الطلب. Determining demand. تحديد الطلب. نتذكر أن الطلب معادلته تساوي الرغبة والقدرة والاستعداد والسلطة. كل واحد من هذه العناصر الأربعة، الرغبة، الاستعداد والسلطة، كل ذلك له متغيرات وله متطلبات. ما هو ويجب أن نعمل دراسات تنبؤية عن مستويات الطلب، لأن هنالك علاقة ما بين السعر والطلب. النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة تقدير التكاليف بجميع أنواعها، سواء التكاليف الثابتة، التكاليف المتغيرة، التكاليف الملموسة غير الملموسة، المباشرة غير المباشرة، وعلاقة ذلك بالأسعار. أنا في النهاية ماذا يهمني؟ يهمني أن أضع سعر أعلى من التكاليف. تحليل عروض أسعار كل في المنافسين. يجب أن لا تغرد خارج السرب. يجب أن تكون أسعار منافسة، يا أما مثل أسعار المنافسين أو أكثر أو أقل بشيء بسيط. تحليل العروض، ما هي طبيعة المنتجات والأوفر اللي بيقدموها المنافسين وارتباطها بأسعار التي يقدمونها، وكيف ينظر المستهلكين إلى أسعار المنافسين وارتباطها بمستويات المنتجات المدركة للمنافسين، وأقارن كل ذلك مع منتجاتي وشركتي. كيف ينظر المستهلكين إلى الأسعار التي أضعها وإلى جودة منتجاتي والعلاقة ما بين الجودة والسعر لمنتجاتي، ومقارن ذلك مع المنافسين. إذا تحليل العروض الأوفرز والأسعار البرايسز والكرة في المنافسين، كل ذلك يجب أن يعمل. عندما أصل إلى أعمل أربع خطوات مما فيها وصولا إلى تحليل العروض والأسعار وكلف المناسبين، يصبح عندي accumulative knowledge، معرفة تراكمية، مقدار كافي من المعلومات، بحيث أنني أستطيع اختيار طريقة التسعير selecting pricing method. ما هي طريقة التسعير التي سوف أسعر بها؟ من الذي يجيب على ذلك؟ النتائج التي سوف أحصل عليها ومقدار المعرفة التي تراكمت لدي من خلال خطوة 1 2 3 4. اختيار السعر النهائي. عندما اختار طريقة التسعير يجب ان احدد ما هو السعر النهائي او selecting final price، اختيار السعر النهائي. فيما يتعلق بنماذج وضع الاسعار، في عندي ثلاث نماذج يمكن استخدامها لوضع السعر. The 3 C's model for price setting. لاحظ في عندي المنطقة الخضراء واللي هذه منطقة مقبولة، وخارج المنطقة الخضراء تصبح غير منطقية وغير راشنال وغير عقلانية. أنا ماذا يهمني؟ يهمني في البداية التكاليف، الكوست، التكاليف، لأن قلنا هنالك ارتباط وثيق وعلاقة وثيقة ما بين التسعير ومقدار التكاليف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ما هي أسعار المنافسين والبدائل الموجودة في السوق للسلع؟ تقييم الزبائن للملامح الفريدة للمنتج. ها كيف يقيم الزبائن الفيتشرز اوف اور برودكت؟ هاو يعني الكاستمر ايفالويت التوتال فيتشرز اوف اور برودكت، كيف يقيم الزبائن الملامح الرئيسية للفريدة للمنتج تاعي. لاحظ هذه المنطقة الخضراء، هذه ثلاث عناصر مهمة جدا ويجب ان تنعكس في مستوى الاسعار التي اضعها، وهذا شيء منطقي ومقبول. اما اني اضع اسعار منخفضة جدا واقل من التكاليف، no possible profit at this price، لا يوجد ربح محتمل في هذه النقطة. واحنا قلنا من اهم اهداف الشركة انه تحقيق ارباح. من اجل ان تحقق الشركة البقاء والنمو يجب ان تحقق ارباح، وضع اسعار
منخفضة وأقل التكلفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أحقق أرباح، وبالتالي ليس هناك احتمال ربح محتمل. إذا هذا فشل محقق 100%. فهذه المنطقة خطرة، يجب ألا أستخدم ما يسمى باللو برايس في هذه المنطقة، يجب أن أبقى في المنطقة الخضراء المبينة على الشاشة عزيز الطالب. أيضا لا يجب أن أضع أسعار عالية جدا، لأنه لا ضمن هذه الأسعار العالية جدا لا يمكن أن يوجد طلب محتمل. No possible demand at this price، مش ممكن أنه يحصل طلب، وبالتالي أنا ما رح مبيعاتي رح تكون صفر، وهذه أيضا تحقق خسائر. إذا لاحظ أطراف اليمين مع أطراف اليسار للمنطقة الخضراء أدت إلى نفس النتيجة وهي الفشل، وهي الفشل. عندما أضع سعر منخفض جدا سوف لن أحقق أرباح، سوف أفشل وأخرج من السوق. وعندما أضع أسعار عالية جدا سوف لن يكون هنالك طلب، سوف لن يكون هنالك مبيعات، إذا سأفشل وسأخرج من السوق. إذا يجب أن أعمل وأضع سياسات التسعيرية ومستويات الأسعار ضمن المنطقة الخضراء، إما أسعر بناء على التكاليف ويجب أن أغطي التكاليف، ويجب أن أخذ أسعار المنافسين وأسعار السلع البديلة في السوق، ويجب أن أدرس وباستمرار ألاحظ وباستمرار كيف يقيم الزبائن خصائص منتجي وعلاقة ذلك مع الأسعار السائدة. فيما يتعلق بهذا الموضوع عندي عدة أنواع من الأسعار. لاحظ احنا قبل شوي قلنا انه اقصى اليمين اقصى اليسار حققوا نفس النتيجة، اثنين سعر سواء كان سعر منخفض سوف يؤدي ذلك الى عدم وجود ارباح على الاطلاق، وهذا سوف يؤدي الى فشل المنظمة وخروجها من السوق. والسعر العالي او المرتفع نفس الشيء، راح يكون ليس هنالك طلب على الاطلاق، وبالتالي المنشأة سوف تفشل وتخرج من السوق. وقلنا يجب ان تضع ثلاث، اما تشتغل حسب التكاليف او حسب اسعار المنافسين الموجودين، او انها ايش كيف يقيم. طبعا اذا استطعنا ان نتعرف على تقييم المستهلكين لمنتجاتنا، وبالتالي من لمدى مناسبة السعر للقيمة التي يمنحها المنتج للمستهلكين، هذا افضل شيء. ولكن هذا التقييم بحاجة الى خبراء في علم النفس وفي علم الاجتماع، وسوف يكون مكلف، والنتائج ربما تكون ليست دقيقة. وبالتالي هنا مثل الذي يصير في حق الألغام، على الشركة أن تقدر ذلك بتمعن. فيما يتعلق بمستويات الأسعار أو يعني المصطلحات الموجودة فيما يتعلق بالأسعار، في عندنا السعر الاقتصادي الدائم. ما المقصود بالسعر الاقتصادي الدائم؟ أنا على المدى الطويل أريد أن أضع سعر يؤدي يتناسب مع رغبات وقدرات السوق تاعي والمستهلكين تاعي، وبنفس الوقت يضمن لي ربح معين. اذا المقصود بالسعر الاقتصادي الدائم حيث تقوم الشركات بوضع اسعار منخفضه من اجل المنافسه على المدى البعيد. انا اريد ان اضع اسعار منخفضه واحافظ على هذه الاسعار المنخفضه، وبنفس الوقت احاول ان اوفر بالكلف بحيث انه يكون مقدار ربحي بسيط، لكن على المدى الطويل ممكن يصير عندي الربح التراكمي عالي جدا. اذا استخدمت انا هذه الاستراتيجية تسمى السعر الاقتصادي الدائم. اذا تقوم الشركات بوضع اسعار منخفضة من اجل المنافسة على المدى البعيد، اللونج ران، اذا هذا اهداف استراتيجية او تسعير استراتيجي. ومن الامثلة على ذلك المنتجات الصينية. المنتجات الصينية خصوصا في النخب الثالث والرابع والاخري تضع اسعار منخفضة ترتبط بمنتج معين، و يكون هدف الشركات زيادة المبيعات، وعلى المدى الطويل مقدار هامش الربح البسيط المتحقق من بيع المنتجات سوف يؤدي إلى تراكم من أرباح عالية على المدى الطويل. السعر العالي الدائم، السعر العالي الدائم يسموه السكيمينج استراتيجي، سعر القسطة. من الأمثلة سيارات مرسيدس بي ام دبليو، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية الفئات العليا بسموها الهاي فاليو، هاي فاليو او الاند فاليو، ويكون تمويلها على الدوام في هذا الموقع البوزيشننج، يعني البرستيج تاع هذه السيارات، هذه الفئه العليا، هذه الفئه العليا. يعني الان كل شركه تحاول ان تموضع نفسها ومنتجاتها في مكان معين.
شركه رولز رايس تعتبر يعني الهاي اند فئات عليا وذات قيمه عليا للفئات العليا. فاراد احد المواطنين في بلد ما ان يعمل على تشغيل الرولز رايس رغم انها سياره من الفئه العليا بالسوق كشركه كسياره تاكسي للنزيل. طبعا قانونيا بوضع البلد هذا المواطن من حقه. الشركة عندما عرفت منعت هذا المواطن وبقوة، لأن ذلك سوف يؤثر على الإيمج والهاي إند فاليو وعلى القيمة العليا لهذه الشركة، واستطاعت أن تمنعه. واستطاعت أن تمنعه رغم امتلاك ذلك المواطن لتلك السيارة. لكن استخدامه إلها اعتبرت الشركة أن استخدامها إلى كلمة مزين كتاكسي سوف يقلل من قيمتها من البوزيشنينج من المكانة من إيجاد المكانة والتموضع. هذا فيما يتعلق بهذا الاستراتيجية. استراتيجية الاختراق اللي بيسموها الماركت بنتريشن، تذكر عزيزي الطالب عندما تكلمنا عن استراتيجية السوق أو الاختراق السوقي، أن الشركة عندما تريد أن تعمل ضمن المنتج الحالي والسوق الحالي في نموذج أنسف، ضمن المنتج الحالي والسوق الحالي تريد الشركة أن تعمل على زيادة مبيعاتها من المنتجات، وذلك من خلال إيه؟ ربما وضع أسعار منافسة، وضع أسعار متدنية في مقدرة الجميع ضمن قدرات الجميع. هذا سوف يؤدي إلى زيادة المبيعات وزيادة الماركت شير فيما يتعلق باستراتيجية الاختراق، يعني اختراق سوقي أن تعمل على زيادة الماركت شير، أن تعمل على زيادة الحصة السوقية. وبالمناسبة الاختراق السوقي قد يكون من خلال سعر مناسب، سعر منخفض، قد يكون من زيادة الجودة المدرة من خلال استخدامات جديدة، أو يعني إيجاد استخدامات جديدة للمنتج، أو من خلال استخدام تكنولوجيا جديدة في إنتاج المنتج. بمعنى أن التوتال بيرسيفد فاليو من وجهة نظر المستهلك يجب العمل على إيه؟ العمل على زيادتها. إذا استراتيجية الاختراق هي استراتيجية ناجحة ولكن صعبة، حيث تبدأ الشركة بسعر منخفض راغبة في كسب العديد من العملاء وزيادة حصتها السوقية. يعني توجد لها موطئ قدم، تعمل على تأسيس good relationship علاقة جيدة، وإدامة هذه العلاقة والمحافظة على هذه العلاقة مع الزبائن، والتي سوف تؤدي إلى فهم أكثر للزبون. You should understand your customer، فهم أكثر للزبون، وبالتالي المحافظة على الزبون. You should keep your current customer بطريقة فعالة وكثيرة، لأن الأبحاث أشارت على أن المحافظة على الزبائن الحاليين تتطلب فهم الزبون من جميع جوانبه، وتكلفة المحافظة على الزبون الحالي إذا قورنت بتكلفة جذب عناصر أو زبائن جدد تكون مجدية أكثر ومنخفضة قليلا. أما تكلفة الحصول على زبائن جدد فبتكون عالية جدا والنتيجة غير مضمونة. إذا استراتيجية الاختراق هي استراتيجية ناجحة ولكن صعبة، حيث تبدأ الشركة بسعر منخفض راغبة في كسب العديد من العملاء وزيادة حصتها السوقية، ثم تقوم برفع أسعارها في المستقبل، بمعنى إعادة تموضعها. رفع أسعارها في المستقبل من خلال إضافة added new value، added إضافة يعني إضافة قيمة جديدة، استخدام جديد للسلعة، زيادة جودة السلعة، وتكون الشركة قد ضمنت موطئ قدم لها. ثم هي تريد أن تنشئ علاقة مع الزبائن، والزبائن يعتادوا أو الزبون يعتاد على منتج معين، فمن قبيل الريزيستنس أوف تشينج مقاومة التغيير، يصبح بعد فترة عند الزبون استعداد لدفع سعر أعلى بسيط من أجل أن يبقى على تواصل مع المنتج الذي اعتاد عليه، ولا يريد أن يدخل في مرحلة تجريب منتج جديد اللي هو منتج للمنافسين، إلا إذا أوصلنا المستهلك إلى حد السخط وعدم الرضا. ساعتها مقدار السويجن كوست أو تكلفة الاستبدال المنتج والتضحية بالمنتج في سبيل الحصول والذهاب إلى المنتج المنافسين هو الذي تخضع لعملية تقييم من قبل المستهلك. يجب علينا كمخططين تسويقيين أن نفهم الآلية التي يحكم بها المستهلك على طبيعة الأسعار، ومتى المستهلك عنده استعداد
يتركنا ويروح للمنافسين والآلية اللي بتتم فيها. إذن الشركة بعد ما تعمل عمليات حصاد سوقية تقوم برفع أسعارها إعادة تموضعها، أو بعضهم يسموها إعادة الإحلال، إعادة إحلال السلعة. ويجب أن يترافق ذلك مع تحسين، لاحظ، يجب أن يترافق ذلك مع تحسين الجودة وتقديم خدمات إضافية، النيو سيرفيس، أدد النيو سيرفيس، بحيث أن التوتال بيرسيفد فاليو تشود بي رايز. يجب أنه جودة الخدمات أو يعني القيمة المدركة، القيمة المدركة يجب إيش؟ أن ترتفع وين؟ في ذهن المستهلك، إما من خلال تحسين الجودة أو من خلال تقديم خدمات إضافية. في مصطلح جديد لاستراتيجية السعر الكاشط، قلنا من ضمن الخيارات الاستراتيجية خصوصا في مرحلة التقديم، تذكر عزيزي الطالب مرحلة التقديم، أنت المنتج فريد في السوق، لا يوجد بدائل في السوق، منتج جديد، أنت سوف تضمن أن 2.5% من المغامرين سوف يشتروا منتجك، وفي 12.5% من المتبنين الأوائل سوف يشتروا منتجك، إذا أنت ضمنت 10% إذا سوف يقوم بشراء منتجك. أنت تكون خارج من مرحلة التطوير التي تتكبد فيها خسائر فادحة، أنت تريد أن تعوض تلك الخسائر، فممكن أن تلجأ إلى استراتيجية السعر الكاسب أو سكيمينج استراتيجي. السكيمينج زي القشطة اللي بتكون على وجه الحليب، أنت تريد أن تقشط السعر في هذه المرحلة قبل وجود المنافسين، وبالتالي تقوم الشركة بوضع أسعار عالية في مرحلة التقديم. إلى ذلك الحد نكتفي أعزائي الطلبة، على أمل اللقاء بكم في موضوع جديد في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.